الحريق على المسرح. شو بتسمي هذا البرفورمانس؟ انت راضي عن الاداء تبعك؟ شو؟ خبرني والله ناطرك. لا لا بدي اعرف انت رايك شو هلا شو حس يعني سمعتها شو حسيت انت كمشاهد مش كمروان يعني شو راضي شيء منيح هذا اللي سمعناه هلا؟ انا راضي اكيد بدك تقول لي هيك شو بدك تقول لي مش راضي شو بدي اقول لك مش راضي لا تعيس مش تعيس او شيء رسم هالضحكة على وجهك كل وقت تبين سوريا ما خصك باللي عم بيصير باللي حواليك يا خيي هاي غنية بدها كمان اتيتود بدها ضربة تمثيل ضربة صغيرة هيك هيدي البسمة اللي رسمها على وجهك ما قلها عليها قبل الغنية بدك تجقر شوي اخي بدك تعطيها كاركتر بدك تمشي مع الدور اللي عم بيصير حواليك هذا الموقف يعني بعد شوي رح ينزل هني بعل ويحاصر روما 15 سنة وينزل ينزل على الأيسر بدك تكون شوي شكلك بدك تجقر بدك ما بعرف إنه هذا الوصول تكون راسم هذا الشيء على وجهك. طيب مروان أنت دخولك كان في لاشيز وتفوت بالغنية شوي تزبط معك المغنى يرجع يجي النشاز يذكرنا إنه إحنا أنا موجود هون ما بتسوى بيرفورمانس ضدك بهالمرحله ضدك يعني ليك مروان الغنيه فيك يعني هو بغنيها عاصي بغير تكنيك مغنى انت اخذها اكثر غنيه هيك فرحه وانه في هذا الزمور اللي انا ما بحبه كمان ما له علاقه بموسيقتنا بس مزمار مش مزمار هو هذا ناي بس بيلعبوا بطريقه بيجوزوا مع اورج بيطلع هيك تركيبة غريبة مش ما لها علاقة بموسيقتنا بتاع جواب قرار مجموز ما بعرف بس انه هيدا الشيء انت فكرها غنية هيك لكن اليوم هي غنية فيها 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 تكست يعني فيها موقف ما اديته مزبوط ما اعطيته زخمه ما اعطيته القوة تبعه بين ضعيف معك الضحكة كان بلاها مثل ما قلت لك وتمرسك انت متمكن انت من الاشخاص انت وعباس قلت لك اياها بمرة انت متمكن على المسرح منك ضعيفة يعني تقدر تتغلب وعلى كثير من المواقف صعبه بتصير معك على المسرح. العرب اللي عملتها وخاصه بالنزلات بالشرقيه لجات سلم بالخالديه هدول ما عرفت قلتهم ابدا برتين مرقوا ما قلتهم صح ما عرفت ما فتلوا العربي ما برمت معك وطلعت برات الريتم بكذا محل يعني كان عندك ايقاعك ما بيسوى الشكل ما عاطي جو الغنيه يعني مش لابس الكاركتر نشزت كثير فت وطلعت غنيت حلو بمحلات زدت بس اغلبيه الاوقات ما كنت ماسك الغنيه
المفروض انت تكون الحصان يعني، ما كنت الحصان بهذا الموضوع. ايقاعك قاتل. ما معقول او مطرب او مغني بدون ايقاع. مروان ضدك، هالبرفورمنس بالذات ضدك، بس بديك تركز اكثر. صرت بالفينال مروان يعني، عندك حلقتين بعد، بعدك عندك مشكله ايقاع. مروان ركز اكثر بليز. الاشخاص انت يعني فيك تنجح بسهوله، بس هالقصص صارت بالنسبه لي يعني عايبه تصير بهالتوقيت بهالمراحل صعبه.